تعليق الصور من أهل العلم من يراه محرما إذا كان ذلك على وجه التعظيم الذي يخشى منه الفتنة. تعليق الصور فيه فتنة كبيرة جدا والله. أما الشيخ وإحنا بنعبد الصور ده من باب سد الذرائع. أما دعوة من يقول الناس الآن بعيدون عن الشرك، من يقول لن تقوم الساعة حتى يعبد الشيطان في جزيرة العرب؟ طالما أن تساهلنا في هذا الأمر وأهملناه يقع. يقول هل من نصيحة لمن يضع صور المعظمين كالملوك والرؤساء على السيارات وفي الشوارع؟ هذا من مبادئ الوثنية، هذا من مبادئ الوثنية، إظهار صور الملوك على السيارات وعلى الدكاكين وعلى المعارض وعلى، هذا من مبادئ الوثنية، ما وضعوها إلا التعظيم، وهذا لا يجوز ولا يتساهل في هذا. وإنسان لا يزكي نفسه، الله تبارك يقول فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم. ليس بالضرورة هذا الجيل، تتكلم عن أجيال. أهل مكة كانوا على التوحيد، صار أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعقبة بن المغيرة، صاروا يعبدون هذه الأصنام. فدعوة أنها لن تعبد هذا كلام فاضي، نسأل الله أن لا تعبد، لكن تاريخ يعيد نفسه وسنة الله. هذه وسائل إلى الشرك، حذر واجب إن كان لم يكن فينا أولادنا أولاد أولادنا. يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبروزة، هل هذه الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع؟ هذه الصور مما لا يجوز، قد نبه ولاة الأمور على ذلك ونسأل الله لهم التوفيق. نصب الصور في المكاتب الدوائر لا يجوز ذلك، ويخشى أن يكون ذلك وسيلة للشرك، لأن كثيرا من الشرك من الدول غير المسلمة ينصبون هذه الصور في الميادين في المحلات التي يريدون، ويخشى منها أن يقع بها شرك بعد حين. فالذي لا أعتقد أنها لا يجوز نصب هذه الصور في المكاتب ولا في الدوائر ولا في الميادين، والواجب على ولاة الأمور إزالتها، نسأل الله يوفقهم لذلك. مثل هذه الأمور لا يجوز التساهل فيها. يقول ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطعت الصورة فلا رأس. مولاي خاتم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. يا ابو سلمان تكفى ساعدني يا ابو سلمان، والله ما عندي احد الجهل في الظروف الصعبه هذه بعد الله الا انت. البنك وقف خدماتي والرصيد وصفر، وما عاد عندي شيء والله، لا اروح ولا اجي ولا اصرف، وما غير قاعد في البيت ما لا اطلع ولا شيء. فتكفى يا ابو سلمان ساعدني، والله ان الفقر كسر ظهري، تكفى ساعدني وفك الزنقه اللي انا فيها. لن تقوم الساعة حتى يعبد الشيطان في جزيرة العرب.